مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في ما وراء الحدث. انا مروج ابراهيم. هيكون في فقرتنا الحواريه مناقشه لموضوع في منتهى الاهميه، وهو التحول الرقمي للدوله. ده من حيث خصائصه ومن حيث مزاياه، ومردود التحول الرقمي على المواطن ازاي هيستفيد منه. هيكون معانا في الفقره المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعه تامين المعلومات بغرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومه. طيب خلينا نروح لابرز واهم الاخبار على مدار اليوم. الحقيقة هنبدأ من الإنجاز الرياضي الكبير اللي بيضاف لإنجازات مصر في كرة اليد. منذ قليل منتخب مصر لليد فاز ببطولة كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه، بعد ما فاز على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32-28 في اللقاء اللي جمعهم في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا. طبعا الفراعنة أنهوا الشوط الأول وهم متقدمين على يعني فريق منتخب ألمانيا بنتيجة 19-13، حافظوا على النتيجة ونفس الأداء الرائع في الشوط الثاني فحسموا اللقب بجدارة. طبعا إنجاز رائع لناشئي اليد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد علشان قدر أنه هو يحقق هذا الإنجاز، وأشاد بالأداء البطولي الحقيقة والرجولي لجميع اللاعبين وأعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، كمان القيادة المتميزة للجهاز الفني علشان الحقيقة قدموا نموذج يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات، ورفعوا اسم مصر عاليا في محفل دولي مهم. بكده يكون منتخب الناشئين كتب تاريخ جديد لكرة اليد المصرية. طبعا بنتوجه بالتهنئة لمنتخب اليد للناشئين اللي أثبتوا بإصرارهم وبأدائهم الرائع وعزيمتهم قدرتهم على حصد البطولات. وفكرة انه دايما بنقول ان احنا يعني الالعاب الجماعية ادائنا او اداء كرة، خلينا نقول اداء الرياضة في مصر في الالعاب الجماعية ليس بمستوى الالعاب الفردية. الحقيقة ان ده يعني اثبت منتخب الناشئين لكرة اليد خطأ هذه المقولة، واكد انه طالما في تركيز وإصرار وتدريب عالي وحسن اختيار للاعبين ويعني أداء قوي من الرياضيين أيا كانت اللعبة اللي هم بيلعبوها، أعتقد النتيجة دايما هتكون الفوز والانتصار. مرة تانية بنوجه التهنئة لمنتخب كرة اليد للناشئين وبنقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يرجعوا لأرض الوطن سالمين، وأكيد الدولة هتحتفي وتحتفل بيهم، وكل الشعب المصري أكيد فخور بيهم وبنبارك لهم كلنا مرة تانية على هذا الإنجاز الكبير. طيب خلينا نروح بقى لاحتفالية عيد العلم النهاردة. يعني سيادة الرئيس كان في احتفالية عيد العلم ووجه كلمة، والحقيقة في هذه الكلمة هو أكد على ثوابت الدولة واهتمامها بعنصر الاستثمار في الإنسان، ويعني خلينا أقول التركيز على العنصر البشري اللي هو ذخيرة الوطن والهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية. وكمان أكد سيادة الرئيس على اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي، وكان كمان أبرز النقاط اللي تم تأكيد عليها هو تحول الاقتصاد المصري لاقتصاد بيقوم على العلم والمعرفة. كمان سيادة الرئيس في حديثه اتكلم عن اهتمام الدولة بالبحث والابتكار، وإنه ده أصبح واحد من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وإن في حرص دايما وبشكل دائم على الالتقاء بشباب المبتكرين والموهوبين عشان يتم الاستماع لأفكارهم، يتم استعراض مشكلاتهم، ويتم العمل على حلها وتذليل كل العقبات اللي بتقابلهم. الأفكار دي تم ترجمتها لإطلاق مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ثم إطلاق بنك المعرفة المصري الواحد، أعتقد أنه من أهم يعني النوافذ المعلوماتية الموجودة على شبكة الإنترنت بما فيها من خلينا أقول معلومات وكتب ومراجع يعني ضخمة وفي كل المجالات ومتاحة للجميع مجانا. كمان الحكومة بدأت إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار، بالإضافة لإنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والخاصة والتكنولوجية. طبعا لا ننسى أنه كمان التوجه الأخير بأنه أي جامعة يتم ترخيصها أو منحها الترخيص لازم تكون يعني عاملة أو بالفعل لديها توأمة مع جامعة
دولية كبيرة حتى يتم ضمان أن يكون مستوى ما يقدم من تعليم في هذه الجامعة يضاهي مستوى الجامعات العالمية، وأن تكون الشهادة معترف بها في عدد كبير من دول العالم. أعتقد أن ده بيؤكد تماما سعي الدولة وحرص الدولة خلال الفترة الحالية على العلم والتعليم. خلينا نشوف ونتابع جانب من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم واللي تضمنت عدد كبير من المحاور. لعلكم تتفقون معي على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل. ومن ثم فإن الدولة حاليا تنتهك سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقاً لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وذلك اتساقاً مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجية الناشئة كالنانو تكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها. خلينا نروح بقى لليبيا وتطورات جديدة حصلت ميدانيا، تحديدا قيام طائرات الجيش الوطني الليبي بقصف مواقع في مدينة مصراتة من بينها مبنى الكلية الجوية. سيادة اللواء محمد منفور هو آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش قال انه تم تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع الميليشيات في قاعدة مصراتة الجوية، وكانت الإصابات دقيقة وناجحة. وقال ان المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات من دون طيار، غرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة لمخازن الصواريخ اللي بتستخدمها الطائرات المسيرة. وأكد أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد ما نجحت في إتمام العملية. معانا على الهاتف دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. مساء الخير يا دكتور وأهلا وسهلا بك. تحياتي لك وتحياتي لطاقم القناة والمشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني لو تضعنا في صورة التطورات الميدانية وأهمية العملية اللي قام بها الجيش الوطني الليبي في مدينة مصراتة وتحديدا مبنى الكلية الجوية وأهمية هذه الخطوة في مسار الجيش الوطني الليبي وسعيه نحو تحرير كامل التراب الليبي من الجماعات الإرهابية. بصراحة شديدة جدا وبكل وضوح وبدون مواربة، مصراتة عندما لم يستهدفها السلاح الجو ولم تستهدفها القوات البرية تجاوزتها وذهبت إلى طرابلس مباشرة، اعتقد قادة الميليشيات في مصراتة بأن مصراتة في منأى عن العمليات العسكرية وأن وجود القوات التركية في قاعدة الكلية الجوية وفي مطار مصراتة بالإضافة إلى الكتيبة العسكرية الإيطالية الموجودة التي تواجد هناك بالإضافة إلى مستشفى ميداني، اعتقدت الميليشيات أن المدينة لا يمكن للجيش الوصول إليها وأن وجود الطليان والأتراك على الأرض سيحول دون التوجه إلى مصراتة بأي عمل عسكري، الأمر الذي شجعهم على استقدام العديد من الضباط والخبراء العسكريين وانشأوا في الكلية الجوية في مصراتة انشأوا مجموعة من الهناجر ومجموعة من المخازن للطائرات بدون طيار، الطائرات التركية البيرقدار تي بي 2. هذه الطائرات عملوا لها خنادق وعملوا لها هناجر في قاعدة الكلية الجوية بالإضافة إلى مهبط خاص بهذه الطائرات، الأمر الذي شكل فعلا خطر على القوات المسلحة لأن هذه الطائرات بدأت تنطلق من هذا من هذه القاعدة بشكل مستمر، بالإضافة إلى أن التواجد العسكري التركي بدأ يتكاثر ويتزايد يوم عن يوم. قامت القوات السلاح الجو الليبي الأسبوع الماضي بمجموعة من الغارات على نفس المكان، ليلة البارحة كانت العمليات مكثفة 13 غارة جوية
استخدمت الميليشيات والأتراك استخدموا حتى المضادات الأرضية والصواريخ المضادة للطائرات ولكنها فشلت في إصابة أهدافها. الأمر الذي أدى إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع مصادر أو مرابط هذه الصواريخ ودمرتها بالكامل. الضربة كانت موجعة وقوية ومؤثرة بشكل كبير جدا. البيان الذي أعقب هذه العمليات العسكرية من قبل الجيش نبه أهل مصراتة بأن مصراتة ستكون هدف عسكري إذا استمروا في هذه الحالة في استضافة الأتراك بهذه الكيفية والقواعد التركية والقواعد الإيطالية في أرضهم تصبح مصراتة هدف عسكري. وأن مصراتة القوات المسلحة لن تكتفي فقط بالغارات الجوية بل أن القوات البرية سوف تتوجه إلى مصراتة. هذا أمر لا جدال فيه. أعتقد أنه واضح تماما الخطوات اللي بتسير بيها أو بيسير بيها الجيش الوطني الليبي لتحرير كامل التراب الليبي. مشكورة جزيلا دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. خلينا بقى أروح من ليبيا لبريطانيا. وأعتقد النهاردة في يعني خبر أو خلينا أقول من يومين وتسريبات خرجت كالصاعقة على كل المهتمين بالشأن السياسي الليبي. والحقيقة أنه يبدو أنه كلما اقترب الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقررة في نهاية أكتوبر المقبل 31 أكتوبر المقبل تحديدا كل ما أصبح الجو أكثر يعني خلينا أقول التهابا وأصبح هناك تسريبات حول مستقبل البلاد بعد البريكسيت. آخر التسريبات دي وهو ما عرف بوثائق المطرقة الصفراء. هذه الوثائق ذكرت أنه بريطانيا هتواجه كارثة كبرى بعد بريكسيت وسيكون هناك نقص كبير في الوقود والغذاء والدواء لو خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. في المقابل الحكومة البريطانية لما خرجت هذه الوثائق هي لم تنفيها، يعني لم تقل أنه هذا الكلام غير صحيح. والحقيقة أنه مايكل جوف الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق قال نحن لا نعلق على التسريبات لكن هذه الوثائق ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات اللي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها. وأعتقد أن ده في حد ذاته كفيل بقلب الأمور أو خلينا أقول وضع الأمور في منعطف شديد الخطورة. طبعا الوضع بيزداد تعقيد في بريطانيا وفي 100 نائب بريطاني من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طلبوا أو قاموا بدعوة مجلس العموم البريطاني بقطع أجازته لانعقاد بشكل دائم حتى نهاية أكتوبر لمناقشة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وكتبوا رسالتهم بلدنا على حالة أزمة اقتصادية أو على حافة أزمة اقتصادية بالأحرى، نحن أمام حالة طوارئ وطنية يجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور. أعتقد أنه كل هذا التصعيد الكبير في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي محتاج مننا توقف لفهم تفاصيله وأبعاده. معنا على الهاتف أستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا أستاذ بهاء وأهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني التسريبات الخاصة بالمطرقة الصفراء تسريبات بتضع مستقبل بريطانيا على الهوية أو على حافة الهوية خلينا نقول لو خرجت من دون اتفاق. الحكومة لم تنفيها والبرلمان استنفر وطلب انعقاد دائم حتى 31 من أكتوبر نهاية الخروج من بريطانيا. يعني إلى أي مدى حضرتك شايف أنه التطورات اللي أحدثها الصدى هذه التسريبات يمكن أن يغير الأمور أو يعقد الأمور الخاصة ببريكسيت؟ يعني وفعية الأمر هي مش تسريبات، هي حقائق علمية معروفة من 2013 لما دعا ديفيد كاميرون لمسألة أنه سوف يكون هناك استفتاء في 2017 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، شريطة أنه البريطاني يعني ينتخبوه وشريطة أيضا أن المحافظين يدعموه. خرجت آلاف البحوث والرسائل والمقالات من وقت هذا الوقت حتى يومنا هذا تحذر وتنذر من أخطار بريكسيت، ومع ذلك لم يستجيب أحد، ولا في 2016 في يونيو ولا حتى يعني حزب المحافظين الذي انتخب بوريس جونسون، رغم أنه معدلات الاقتصاد البريطاني منذ 2016 حتى الآن هي تصاب ب أكثر من جلطة، يا إما في معدلات البطالة يا إما في النمو الاقتصادي يا إما في أزمات في العقارات، انخفاض في الجنيه الاسترليني،
أزمات في الاستثمار، أزمات في أهم ما تعتمد عليه بريطانيا من اقتصادها اللي هو 80% خدمات تعرض للنكسة. بريطانيا هي المركز الأول عالميا في الجزء الخاص بالمصارف، في مقابل أمريكا الجزء الأول خاص بالسندات. عندما تهدد المصارف لأنه خدمات المالية خاصة بالتأمين والبنوك كلها معرضة للخطر ولا يستجيب أحد، إذن الوثائق هذه الصفراء يعني أنا بعتبرها شيء عادي. يعني حضرتك شايف أن هي يعني ليست مفاجأة لأنه طبعاً الجميع كان متوقع، لكن الحكومة ردها بالنسبة لك يعني هل هو يعني فكرة ان هي لم تنفي وقالت انه ده هيكون اسوأ السيناريوهات، هل ده يطمئن الرأي العام البريطاني ام انه يدعوهم الى مزيد من القلق لان اعتراف بصحة التسريبات؟ هذا التصريح يدل على مدى تخبط الحكومة، لانه عندما تحدث مسؤول حكومي على انه هناك سيناريو كارثي قد يحدث في حالة بريكس يدعونا سؤال التأمل، ماذا قدمتم لمفادات هذا السيناريو؟ ده من جانب. من جانب آخر يعني إذا كان كل البعوث كما قلنا والدراسات تقول أنه في كارثة قادمة ومع ذلك أنت لا تتخذ موقف حقيقي سوى فلنخرج بدون اتفاق، إذا أنت حكومة يعني لم نقم حكومة مخبولة إلى فقدت الوعي يعني لدرجة أنها تتحدث عن الكارثة بكل أريحية، بل ولا تعقد جلسات لطمأنة المواطنين أو وجود حل. يعني ما فعله جونسون أيام الماضية هو الذهاب لأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وتحدث مع المزارعين وكلها أمور ليست لها علاقة وصلت الفكرة بربط الفرس يعني. أيوة. أنا بشكرك جزيلا أستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بشكرك جزيلا الشكر. آخر خبر معنا مشاهدينا الكرام وأعتقد أنه مرتبط كثيرا بملف الارتقاء بحياة المواطن، محافظة البحيرة بتعد واحدة من المحافظات الـ11 اللي بتضم القرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. بين القرى دي قرية عبد الحليم محمود وهي من القرى الـ7 في المحافظة، بتدخل من ضمن المبادرة اللي بتهدف المقام الأول لتحسين حياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. خلينا نتابع تقرير بيرصد الأوضاع في قرية عبد الحليم محمود بالبحيرة والمعاناة الكبيرة اللي عايشينها أهلنا في القرية، وخلينا نشوف كمان منسقي المشروع وكيفية الاستعداد لبدء العمل بالقرية. بعدها نطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا في ملف التحول الرقمي، كيف سيكون هناك تغيير كامل في شكل الدولاب الحكومي للدولة، كيف سينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد الفاصل. هنا روايات عن سنوات من الحرمان ونقص الخدمات، نظرات شاردة ما بين وجع الماضي وأمل المستقبل، أسر تفتقر لأدنى مستوى من الحياة الكريمة بقرية عبد الحليم محمود، واحدة من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة والتي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. في هذا المنزل البسيط تعيش فيه السيدة أم محمود لما يقرب من 30 عاما هي وأولادها، حلمت بمعجزة تغير هذا الوضع الذي طالما أرق راحتهم. نفسي في تعليم كويس، ونفسي في وحدة صحية، صرف صحي، خدمات للقرية عشان الأولاد بقى أحلم عيشة لهم حلوة، عيشة زي الناس. أيضا هؤلاء عاشوا الظروف ذاتها مهمشين معدمين لكن متمسكين بحقهم في الحياة. احنا بقالنا 20 سنة ما حدش بيسأل فينا والحمد لله احنا لقينا حد بيسأل فينا ويشوف خدماتنا ايه وحالنا ايه. احنا عندنا امل كبير ان المشروع ده يحل لنا مشاكلنا ان شاء الله، والقريه بقى تبدا تعيش وتبدا تاخد حقها وتبدا تبقى يعني جميع الحاجات اللي عندنا ديت يتوضع لها حل. تبعد القرية عن محافظة البحيرة حوالي 140 كيلومترا. عام 1987 أنشأتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي إحدى قرى شباب الخريجين. مساحة القرية 1205 أفدنة تشمل مساحة زراعية وسكنية. يبلغ عدد سكان القرية 2000 نسمة وبها 400 منزل
تقطنها 500 أسرة و25 منزلا غير مؤهلة بالخدمات تحتاج للدعم. 30 عاما عمر القرية التي لم تعرف معنى للحياة، الآن يدب الأمل في نفوس أهاليها بعدما توجهت أجهزة الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفريق الرصد الميداني التطوعي والعمل على أرض الواقع. من خلال التواصل مع أهالي القرية والسماع لشكاويهم عرفنا أنه مشاكل القرية بتتمثل في أكتر من حاجة، مشاكل تخص البنية التحتية، الطرق المتهالكة، بعض البيوت محتاجة لإعادة ترميم تاني، مشاكل طبعا الاحتياج المادي والاحتياج المعيشي، الأسر هنا بتعاني من فقر شديد. 129 قرية تحتاج إلى التطوير في العديد من القطاعات كمرحلة أولى. 11 محافظة تمثل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى حماية المواطن المصري والتخفيف عن كاهله وتحسين جودة الحياة لهؤلاء الحالمين بمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. من قرية عبد الحليم محمود، جاكلين ماهر، إكسترا نيوز. الحقيقة أنه في المؤتمر الوطني السابع للشباب اللي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، سيادة الرئيس أعلن خلال جلسة خاصة للتحول الرقمي أنه تم بالفعل الانتهاء من تجهيز عقل مصر الرقمي، واللي بيحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم وشركات الربط، ده مع مراعاة كل ضوابط أمن المعلومات أثناء إدخالها وتخزينها ومراقبتها وأيضا استرجاعها والتعامل معها. كل ده بيتم بتقنيات عالية جدا، وده بيمثل حقيقة نقلة كبيرة مصر بتنتقلها من العصر الورقي إلى عصر الرقمنة. وخلينا أقول أنه التحول الرقمي يعني لو تحدثنا بشكل، لو خرجنا من سياق العبارات المنمقة، نقدر نقول بشكل فطري انه ده حلم كبير بيتحقق، ان تكون مصر قادرة على موازاة ومضاهات ما يتم في الدول الكبرى اللي احنا بنحسدها على التطور التكنولوجي الكبير اللي هم بينعكس على كل مناحي الحياة بما فيها الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، سواء كان في جودة الخدمة، في الوقت المستغرق فيها، أيضا في دقة الخدمة وكفائتها. أعتقد أنه إحنا مقبلين على طفرة كبيرة جدا بأقل تعبير هتحصل على الخدمات المقدمة للمواطنين، هتنعكس على كل مناحي الحياة. مشرفنا ضيفنا الكريم في الاستوديو الحديث أكثر عن مميزات التحول الرقمي، المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مساء الخير يا باشمهندس، أهلا بحضرتك. شرفنا طبعا، وكل عام وحضرتك بألف خير. ويعني طبعا احنا بنتكلم عن ملف في منتهى الأهمية، سيادة الرئيس كان اتكلم عليه، أعتقد النهاردة كان في توجيه المهندس مصطفى مدبولي بأن يتم نقل كل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2020. إحنا يعني خلاص أصبحنا داخلين على عصر المعلومات، لكن بالشكل اللي هينعكس على خدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة. عايزين نعرف من حضرتك أولا مفهوم أو تعريف كده مختصر للرقمنة أو التحول الرقمي. تمام، هو بداية أنا يمكن زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، يعني أنا بعتبره مشروع القرن بدون أي مبالغة أو مجاملة للموضوع. ليه مشروع القرن؟ إحنا مش بنتكلم على ميكانة خدمات، يعني في فرق إن أنا كنت بروح أملى نموذج ورقي فهيبقى النهاردة أونلاين أو بالكمبيوتر، مش ده إحنا بنتكلم فيه مطلقا. إحنا بنتكلم في خدمات متكاملة وفيها نوع من التحليلات وفيها نوع من النتائج المترتبه على تحليل البيانات ديت. يعني ادي حضرتك مثال بسيط، في فرق ان انا اروح اطلع شهاده ميلاد بقت الكترونيه بدل ما كانت ورقيه، دي اسمها ميكانه اللي هي الرقمنه باللغه العربيه الفصحى يعني او ديجيتايزيشن. انما التحول الرقمي معناه ايه؟ معناه النهارده شهاده الميلاد دي هتسمع في وزاره الصحه، هتسمع في وزاره التعليم، بمعنى هتبقى ايه علاقه المولود ده بالتعليم؟ انا بقى عندي دلوقتي معلوم ان في مولود النهارده بعد 5-6 سنين داخل مرحلة ابتدائية، بقيت عارف ان انا بعد مثلا 15 سنة عندي تعليم جامعي، بقيت عارف عدد الذكور من الاناث، بقيت عارف اذا كان في امراض معينة او لا، بقيت عندي تحسب، لانه مرتبط بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة. ما هو ده اللي كان الرئيس في كلمته اشار لفكرة تكامل قواعد البيانات. يعني ايه تكامل قواعد البيانات؟ انا مش بتكلم على مجرد تحويل الأنظمة لأنظمة مميكنة، الموضوع ده موضوع قديم، مصر عاملاه من 10 سنين فاتت، لكن مش في كل الخدمات طبعا، ما كانش بيقدم في كل الخدمات، ما كانش بيقدم في كل الخدمات، وكمان ما كانش بهذا التكامل. طيب ملاحظة تانية، هل عد علينا زمن كان ممكن المواطن يكون معاه بطاقة ويجي يغير بيانات في حتة تانية؟ يعني يبقى عندي مثلا إيصال كهرباء ببيانات وبطاقة رقم قومي
في زمن آخر ببيانات تانية أو العكس أو ما إلى ذلك، ده كان ممكن يحصل نتيجة أن كانت كل وزارة جزيرة منعزلة، فده كان بيتيح فرصة للتعاملات الغير قانونية، أو بيتيح فرصة لحد أن مثلا ياخد دعم أو ياخد تخفيض على شقق على سبيل المثال مرتين أو لا يستحقه وهكذا. النهاردة الكلام ده مش هينفع يحصل. أحد أكبر الأهداف اللي هيحققها أو هتحققها منظومة التحول الرقمي هي كشف الاقتصاد الموازي. النهاردة ممكن يكون الدولة ناتجها القومي إكس، لكن ممكن يكون الناتج الفعلي للدولة 2X. طب إحنا 50% اللي إحنا مش شايفينها دي فين؟ أوكي، لما يحصل دمج بين الوزارات. النهاردة أنا لو عندي أملاك أكيد لها مصدر. النهاردة لو عندي مصادر دخل، النهاردة لو أنا بعمل مشتريات، لو أنا بدفع ضرائب، كل ده بيتربط مع بعضه. كان عندنا سجل الاحوال المدنيه، وده اعتقد ان الناس كلها عارفاه. بعد كده عندنا سجل عيني للممتلكات، بعد كده عندنا المرور فيها قواعد بيانات السيارات وما الى ذلك. عايز حضرتك تتخيلي ان المواطن هيتحول الى رقم، وان ليه سجل ضخم جدا فيه هو مين، بابنائه، بزوجته، بعمله، بوضعه الصحي، بتامينه الصحي، بالتاريخ المرضي ليه. كان الرئيس اشار في كلمته ليه للمبدا ده، وده على فكره في اوروبا من سنين طويله، لكن طبعا كان عندنا في مصر طبعا وما زال تحديات فظيعه. وده لذلك يمكن ده بيوضح سبب ان ليه بدا الامر بمدينه بورسعيد از بروتوتايب او كمشروع كده تجريبي، لانها كانت اكثر المدن تاهيلا ان يتم فيها الكلام ده من حيث الخدمات المميكنه بالفعل، ومن حيث عدد السكان ومدى جاهزيه يعني الانظمه. يعني عدد مش كبير قوي، عدد بيبقى محدود بعض الشيء، يعني هي محافظه رشيقه يعني عدد سكانها عدد محدود. ويمكن كان الاستاذ رئيس الوزراء كان اشار ان هيتم ان في الوقت الحالي في اتذكر اكثر من 50 خدمه مقدمه، ومفترض بنهايه المرحله دي ان نصل الى حوالي 170 خدمه. فيعني لك ان تتخيلي ان انا هقدر اطلع مثلا بطاقه شخصيه او بطاقه رقم قومي، هقدر اعمل شهاده ميلاد، هقدر اعمل تغيير وسداد سجل للمواريث، او يعني كل ما نتخيله هيكون متاح بشكل الكتروني. حلو قوي. طيب احنا قاعد اتكلمنا عن يعني المفهوم بشكل عام، لكن وحضرتك بتتكلم عن قاعده بيانات كامله وشامله لكل المعلومات المرتبطه بالمواطن، وزي ما حضرتك قلت المواطن بيتحول عندي للرقم. تمام. ولما ادخل على الرقم ده اللي هو رقم القومي مثلا او رقم الباسبور بتاعه الهويه، اقدر ان انا اشوف كل المعلومات المرتبطه بيه. تمام. هنا بقى ده هيستدعي الجزء الاخر وهو تامين المعلومات دي، واعتقد سياده الرئيس كان اتكلم عليها، قال انه عقل الدوله موجود على عمق 14 متر تحت الارض في مكان مؤمن تماما، وان ده بعد امن قومي زي ما سياده الرئيس استعمل مصطلح، وقال انه بيجري تامينها تامين كامل ولا يخشى عليها. عايزين برضو نتكلم عن فكره تامين هذه المعلومات. تمام. والى اي مدى الدوله كمان حريصه على تامين هذه المعلومات. تمام. انا بس عايز اوضح حته ثانيه، يمكن انا عارف وقتنا ضيق، لكن في موضوع جدير جدا بالتركيز عليه، هو ان منظومه التحول الرقمي بطبيعتها هي ضد الفساد. يعني فيها دعم للشفافيه ومكافحه الفساد. ايه علاقه مكافحه الفساد؟ ان النهارده الامور كلها مميكنه. انا كل ما قللت تدخل العنصر البشري كل ما قللت الفساد، وكل ما عملت حجب او عملت منع ما بين متلقي الخدمه ومقدم الخدمه، مش هروح انا اطلع مستند او اجدد شهاده او ما الى ذلك فحد يقول لي صباح الخير وكل سنه وانت طيب والكلام رشاوه. بالظبط، ده مش هيكون موجود لان الكمبيوتر مش هياخد رشوه يعني. تمام. فدي برضو احد اهم الاهداف. الحاجه الثالثه وهدخل في التامين حالا، اللي هي موضوع اداه لدعم اتخاذ القرار للدوله. النهارده لما كنا جزر منعزله، ممكن كل محافظ يرى محافظته على حده، ممكن كل وزاره ترى ما يخصها على حده. لما نعمل ترابط للدوله نقدر نحدد اولويات الدوله بشكل يعني هوليستيك او بشكل اجمالي، وده لا شك بينعكس انعكاس كبير جدا على تحديد الاولويات وتحديد اوجه الانفاق وهكذا. ندخل في موضوع التامين. هو التحول الرقمي على قد ما هو عظيم، على قد ما هو ممكن يبقى كارثه في حاله ان هو غير مؤمن. ولذلك موضوع امن المعلومات بالنسبه له هو يعني انا دايما بشبه الامر ده بوضع البيت كله في سله واحده. لو احنا النهارده كان كل وزاره على حده او كل هيئه حكوميه على حده لديها اجراءات الامان الخاصه بيها، فحصل اختراق لمنظومه من المنظومات فهيبقى التاثير في نقطه محدده مهما كان الضرر. لكن النهارده اي اختراق للمنظومه يؤدي الى اختراق المنظومه بالكامل. صحيح. وبالتبعيه لا شك ان المواضيع بتتبع معايير عالميه في التحقق من الهويه والاثنتيكيشن، او اللي هي اذا هتحقق من حضرتك مين، وتشفير البيانات وما الى ذلك. طيب ايه علاقه التامين بما اشار ليه السيد الرئيس في موضوع العقل المدفون على عمق 14 متر في مكان سري وفي مكان وفي عقل بديل؟ تمام.
هو يمكن ما قالش كلمه سر، لكن هو ما حبش يشير المكان فين، وده يعني ما فيش مش ده المشكله. انما الفكره الرئيسيه ليه 24 متر تحت الارض؟ عشان برضه بعض الناس ايه، ممكن الفيسبوك انت عارفه والسوشيال ميديا دايما ياخدوا الامور يقولوها. هو في العرف العام لانشاء مراكز البيانات، ولا سيما المراكز البيانات اللي لها لا طابع حكومي او قومي بالحجم ده او بالاهميه دي، عاده ما تبنى تحت الارض. ده ستاندر عالمي، يعني ده مش حاجه مصر اللي مخترعاها، ده ستاندر عالمي. الاماكن دي طبعا بتبقى مجهزه وفق معايير عالميه كثيره، منها على سبيل المثال انها ضد الزلازل، ضد القنابل، لان تتخيلي ان كل المعلومات الدوله موجوده في مكان، ولا قدر الله لا سبب من الاسباب ضربت بقنبله، حصل زلزال، فبالتبعيه بيكون ليس منطقي انه في لحظه من اللحظات تمحى كل هذه المعلومات. بالضبط، ولذلك اشار السيد الرئيس ان هو على الاقل في نسخه ثانيه تبقى الاصل من هذا العقل. طبعا العقل هنا مقصود بيه الداتا سنتر، او الداتا سنتر اللي هو مركز البيانات، اللي هو المكان اللي فيه الخوادم او السيرفرز اللي هتؤدي هذه الخدمات للمواطنين. فموضوع وجود تحت الارض ده جزء من التامين، امدادها بمصادر كهرباء، مصادر متنوعه، مش محطه كهرباء واحده، ربطها بالانترنت مصادر مختلفه، سواء كابلات الياف ضوئيه او اقمار صناعيه، كل ده امور وارده. اعتقد انه مراعاه بقى كل الاجراءات السلامه ايضا طبعًا. فيما يتعلق بالانفايرمنت او البيئه، من حيث الرطوبه، درجه الحراره، الكلام ده كله، لان هي خوادم كثيره جدا او سيرفرات، فبالتالي لابد ان تكون مهيئه ليها التهويه والرطوبه ودرجه الحراره واتجاهات حتى سير واندفاع الهواء او سحب الهواء من مراكز البيانات. كل دي امور لها متخصصين، دي تخصصات بعض المهندسين في هذا الامر، ولها معايير عالميه زي ما قلت حضرتك. وفكره انها ما تتوقفش على الخدمه، ممكن تصل الى ثواني في السنه، خمس ثواني على مستوى السنه، ثلاث ثواني، طبعا كله بتكاليفه. ولذلك الموضوع لما الرئيس اشار ان هو اتذكر 25 مليار جنيه تكلفه التحول الرقمي، التكلفه يعني. والتكلفه دي مش كبيره بالنسبه لدوله حجم مصر طبعا، ولا سيما في ظل التحديات ان احنا بقى لنا عشرات السنين كل وزاره وكل هيئه بتعمل كجزيره منعزله. صحيح، وده اكيد بيبقى له كمان انعكاسات سلبيه المواطن نفسه كان بيشعر بيها. 50,000 يعني عامل او موظف بيتم تدريبهم، قد يكون في جزء منهم بالفعل تم تدريبه، هيكون امامهم 50,000 حاسب الكتروني، حاسب الي كمبيوتر، وهيكونوا موجودين متواجدين في العاصمه الاداريه الجديده. تم اختيارهم لان هم على معايير معينه، معايير الكفاءه والدرايه للتعامل مع المنظومه الالكترونيه الحديثه. ده يعني هيغير ازاي من شكل التعامل الحكومي او شكل الخدمات الحكوميه؟ يعني خلينا نقول ان انا هخلص مصلحه او خدمه معينه في وزاره بعد التحول او بعد انتقالها للعاصمه الاداريه الجديده، وده امر على فكره ما بقاش بعيد، احنا بنتكلم في سنه من دلوقتي ربما اقل. طيب ازاي هقدر اتعامل، ازاي هتكون شكل الخدمات المقدمه؟ اوكي، هوضح لحضرتك نقطه صغيره قوي. عارفه النموذج الكوميدي اللي دايما بيطلع في الافلام العربي، ان واحد راح للاستاذ فلان قال له اروح للاستاذ علان، طلع الدور الثاني بعته للاستاذه فلانه، السايكل اللي دايما تطلع في الافلام على سبيل التنظر دي. هي في الحقيقه على فكره، هي في الحقيقه وممكن يعني الادوار دي على فكره الأدوار. كل يوم يعني الناس اللي بتروح تخلص اجراءات مجمع تحرير، ما ده بالظبط واحد تمام. من النماذج تمام. يعني ده بالمناسبه ده المجمع فيه هيئات مختلفه في ادوار مختلفه، ده حضرتك ممكن تروحي مكان مختلف. يعني مثلا لو واحد بيعمل حاجه مرتبطه ببطاقه رقم قومي، ممكن يحتاج يروح القوات المسلحه عشان ياخد شهاده تجنيد الى اخره. يعني حضرتك كل ده هينتهي. هينتهي ازاي؟ لان خلاص كل الهيئات دي متصله ببعضها ومرتبطه بمبدا هام جدا، عايز يعني يا ريت يبقى واضح للساده المواطنين او المشاهدين، اللي هو حوكمه البيانات. يعني ايه حوكمه البيانات؟ يعني مش اي حد هيشوف اي حاجه. يعني مش معنى ان بيانات حضرتك فيها جزء في التامين الصحي ان اذا وزاره الداخليه تخش على بيانات التامين الصحي الخاصه بيكي اذا لم تكن معنيه بهذا البيان. البيانات مثلا السفر والهجره اذا ما كانش المحكمه لها علاقه بيها يبقى مش هتخش على البيان ده. يعني اقصد في حوكمه بيانات بمعنى صلاحيات الاتصال، مين اللي حق الاطلاع، مين اللي حق التعديل في حاله التعديل. ده مهم قوي في البرايفسي او في الخصوصيه طبعاً. لانه ده بيحمي المواطن. لكن هل يعني اقدر افهم من حضرتك اول حاجه ان انا عندي مفهوم الشباك الواحد؟ بالظبط، حضرتك خدتها من على لساني. بالظبط، مكان واحد شباك تمام. واحد اخلص فيه كل ايا كانت الخدمه. ما هو في نهايه المشروع ايا كانت الخدمه، بعض الخدمات في حدود ضيقه جدا بتحتاج التواجد بشكل شخصي، اوكي، ودي حاله استثنائيه. يعني ده هتبقى مثلا نسبه اتصور انها لا تزيد عن 10% من الخدمات 5%، ده منعكس على مرور وعلى ازدحام وعلى راحه وعلى مكافحه فساد وعلى فكره كل ده في الاخر بينعكس على راحه المواطن وتوفير طبعاً. الاموال لانه انا ما هو الانتقالات وال يعني عمل اكثر من مشوار ودفع الكتروني بقول كل حاجه. حضرتك هتوفري كمان فلوس المواصلات، هتوفري وقتك، هتوفري مجهودك، راحه،
المرور اخف يعني كل ده وبتبقى خدمه اكفى مفيش شك يعني. جميل. طيب خليني اعرف بقى ايه طبيعه يعني اهم الخدمات حضرتك قلت او احنا كنا قلنا انه في تقريبا 170 خدمه ده نهايه المشروع تمام في الحق في المرحله الحاليه اللي هيتم تقديمها الكترونيا. عايزين ندي امثله للناس ايه ممكن يقدر المواطن يحصل عليه الكترونيا وهو موجود في البيت. طيب على سبيل المثال حاليا في الوضع اللي بدا في بورسعيد في عندنا اللي دخل المشروع في البروتايب او في المرحله الانتقاليه دي في عندنا الصحه مثلاً. او التجريبيه اوكي وزاره العدل بما فيها النيابه والشهر العقاري والمحاكم منها محكمه الاسره. بمعنى ان كان عندنا برضو مشكله ان حضرتك عند الجلسه بتروحي تقدمي بيجي لك اعلان القصه دي. النهارده الموضوع ده برضو هيبقى مميكن. ده كان حدث في القضاء بالفعل في اماكن معينه من المحاكم الاقتصاديه وبرضو في قطاعات جغرافيه محدده على سبيل التجريب، لكن احنا اخذين فيه المزيد من التكامل والتغطيه الجغرافيه. خليني برضو اوضح لك مثال بسيط. الناس المتهربه من احكام على سبيل المثال او الناس اللي عندها مشاكل مش هتقدر تتمتع بخدمات الدوله، لان هو لو كان هربان من الحكم هيجي يروح لمكان هيلاقي ان الحكم ده ظاهر عنده. دي نقطه مهمه. تمام. يعني كمان عندي نوع من الانضباط الامني. يمكن ده بعد يعني يمكن ناس مش بتبص له كتير، لكن احنا لو بصينا للابعاد المختلفة الموضوع التحول الرقمي انضباط مجتمعي كمان، لأنه ليس منطقيا أنه شخص يكون مدان في جريمة معينة ولكن بسبب أنه هو متهرب فيحصل على الخدمات شأنه شأن الشخص يعني ما هو هربان، فهو لو راح فهو دلوقتي أكنه راح بيسلم نفسه بالظبط يعني. إنما خلينا نوصل لحاجة يعني أنا يمكن عايز أقول بمثال مبسط كده زي ما حضرتك بدأت كلامك، إحنا نقدر نقول كده أن يعني مفاصل الدولة بتتربط يعني لكي يكون للدولة قوام أو يعني هيكل صلب او متين تقدر الدوله بيه يكون لديها ادوات قويه تقدر تعمل بيها وتاخد تتخذ قرار. احنا عمرنا ما كان عندنا الشكل ده من المعاملات والخدمات الحكوميه اطلاقا، ولا في يعني في سنه واحده من سنين يعني حياتنا في مصر منذ البدايه. فبالتالي هنا ممكن الناس تسال، انا حضرتك عارف دايما الناس متشككين. تمام. هل احنا بنيتنا التحتيه، البنيه التكنولوجيه، البنيه المعلوماتيه، تدريب الموظفين، يعني ايا كان بقى العوامل او المحاور المهمه الداخله في المنظومه، هل احنا مهيئين لهذه العمليه الشامله ان احنا ندخل في عصر التحول الرقمي؟ طيب انا طبعا محترم السؤال جدا، وخلينا اقول لحضرتك ان على مستوى البنيه التحتيه وتكامل قواعد البيانات، بمعنى ان ممكن يكون في يعني انا مش عايز اقول بس اسامي منتجات، لكن في سيستم الف او منظومه الف موجوده مثلا في وزاره الداخليه، منظومه ب موجوده في وزاره الزراعه، منظومه ج موجوده في وزاره الكهرباء. لما بنيجي نعمل تكامل عندنا تحديات تقنيه هائله. اللي حاصل ان الدوله من اكتر يعني منذ عده سنوات ابتدت تعمل حاجه اسمها السيرفيس باس، اللي هو عباره عن خطوط الربط بين الوزارات، وتبتدي تنقح اساليب الاتصال وتراجعها وتعمل ريدندنسي او تعمل تكرار في هذا الامر. ليه بدانا ببورسعيد؟ عشان يبقى قدامنا حاجه تحت السيطره. كل ما هو لسه وضعه غير مستقر وغير مطمئن مش هيطلع للنور الا بعد الاطمئنان عليه. واتصور ان القاده السياسيه او ان الحكومه وبعد تطوير البنيه التحتيه فيه يعني طبعًا البنيه التحتيه جاهزه طبعا تمام. مش متصور ان احنا ممكن نوصل للموضوع ده الا باطمئنان تام، لان زي ما بقول لحضرتك الدوله هتتحول بشكل كبير جدا الى الموضوع الرقمي ده والتبعيه ليه مخاطره. خليني برضو اقول كلام يعني مش في نفس العنوان ده لكن هو مكمل ليه. حدث في السنوات الاخيره ان احنا بقى عندنا المجلس الاعلى للامن السيبراني في مصر، عندنا المجلس الاعلى للتحول الرقمي، عندنا لأول مرة في تاريخ الجمهورية العربية صدر قانون لجرائم المعلومات السنة اللي فاتت في أغسطس 2018. صحيح. حاليا مشروع قانون حماية الخصوصية خصوصية البيانات مقدم أمام مجلس النواب ومنتظر إقراره، فيما أعلم أن المفترض في بداية الدورة البرلمانية القادمة. إحنا كمان تشريعية مؤهلين الحزب بالظبط يا فندم بالظبط. فده التكامل التشريعي والتقني وهكذا. أعتقد أنه المستقبل بيحمل لنا الكثير والكثير من الخدمات الأفضل، وإحنا يمكن حتى كنا متأخرين كتير قوي، لكن لما جينا عملنا قفزة هائلة. تمام. نحو المستقبل إلى الأمام، يعني لم نخطو الخطوات بشكل أو برتم بطيء، لكن إحنا عملنا وثبة سريعة جدا. أعتقد أنه هذه الوثبة كانت خطوة جريئة من القيادة السياسية في مصر، صاحبها مجهود عملاق زي ما سيادة الرئيس قال. إحنا بدأنا من سنتين، متوقع أنه بنهاية عام 2020 نكون يعني بنبدأ في التحول الرقمي بشكله وبمفهومه الشامل والمتطور. وأعتقد ده حتى في عمر المجتمعات يعني 3 سنين طبعاً. ده بالنسبة لتعداد مصر وبالنسبة لحجم المشاكل الهائلة اللي كانت موجودة بالنسبة للمشاكل اللي على الأرض بالزبط. الأمور معقدة للغاية، يمكن المكان لا يتسع ليها، لكن بالنسبة للمرحلة اللي احنا كنا بادئين منها اللي هي مرحلة
يعني امور كتابيه، يعني احنا لسه بنستعمل ورق في والدفاتر في المؤسسات الحكوميه، اعتقد ان دي قفزه هائله ان شاء الله تكون تعود بالنفع والخير على الجميع. بشكرك جزيلا مهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعه تامين المعلومات بغرفه الصناعه التكنولوجيا معلومات والاتصالات، شرفتنا يا فندم. بشكرك جزيلا. شرفت حضرتك. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.